جدعان ثواني محمد صباح معلم الفل يا كوكو، انت جاي النهارده تشارك في المائده؟ ها؟ عشان تكسب ثواب؟ ها؟ صباح الفل، قول للفنزات صباح الفل. صباح الفل. اجيب معلومه المائده اجيب اكل. صباح الفل يا جدعان، النهارده يوم جديد، ربنا يوفقنا. هي البدايه، بصوا كوسه كوسه بدايه كوسه. مش هنا مش زي في اكتوبر. عم يا حبيب قلبي يا دمك، صباح الفل يا ماما. ايه يا كوكو؟ كوكو حرامي. عاملين ايه يا فنزات؟ عاملين ايه يا فنزات؟ بصوا عمتي وصدفه بيعملوا ايه؟ ينفع نسمع حد دونجل؟ يقول له عيب يقول انا ما اسميش دونجل، انا اسمي احمد. يا كوكو هات وشنا يا كوكو. صباح الفل. قول خد التليفون مني يا مريم. لا ابقى عارفه صوت. صباح الفل يا فنزات. صباح الفل. طب انا بتاع المحشي ايه؟ انا يعني بلاقي المحشي اهو. دي المحشي؟ اه يا باشا. يعني اللي انا عملتها كده ولا بابا؟ بس اكل دلوقتي، انا اكل لحد اوصل للمائدة. لا يا كوكو انت لازم تفهم. صح يا مجدي. شايف الحركة دي؟ عارفة اعملها. ايوه يا كوكو انت شاطر. ده مش محشي. لا ده مش محشي. دي كوسة دي. لا ده مش محشي. شكلكوا هتعملوا كوسة محمرة. شكلكوا هتعملوا كوسة متقطعة. بابا يعني عارفه يعملوا كوسه ايه؟ طبخين في البلكونه النهارده. اه استوى ما شاء الله ما شاء الله. غطي يا دود. غطي بس ادفع عليه. بص بقى هنا ايه؟ كوسه. ريتنا كوسه، انا عمال اقطع من بدري. اكمل بس قمت شويه عشان تعبت من القعده على الشكاره. طيب زوز كده. انا اديك 20 ثانية واخده منك. ايه يا كوكو؟ اديك 20 ثانية واخده منك. 20 ثانية وتاخد التليفون؟ اموت واخد التليفون مني. بتعمل ايه؟ عايز اعمل رز بكحات. بس عمال اتكحت. بص ازاي؟ رز اهو. قلب الشعرية دي يا دولة. قلب الشعرية دي اتحرقت. بالحرف. ايوه الحرف. قمر قمر. هو اللي خلص طبق الموف ده؟ الموف اللي خلص يعمل طبق. شغالين هنا لسه ما فكتش اهي. لسه. انا لسه برضه. مقتول عليها على الهادي راحت. بسم الله يا جمال ويا جمال يا جمال ويا جمال. استوى وزي الفل. بصوا عسل عسل. بصوا الرزاية عاملة ازاي ما شاء الله. يا باشا يا باشا ناس حضرتك دي تغسل دي ودي؟ مش قلت هتعملي واحدة بس؟ اتنين يا اسطى عشان يكفي ناس. احنا عندنا طبخ كتير اهي. دي لسه هتتفضى عشان يكفي يا اسطى. وهنا هنا دي لسه مفضي فيها حلة. بصوا اتحمرت ازاي يا جمال يا جمال. سلام يا سلام. حطيتي ملح؟ ملح ملح. شوف الدرجة تحت يا عادل. قرب التخمة. الرز اهي الحلة دي تتشرب. بس كفاية ملح. ملح ده ما بينعمش. الغطا بس بتاع الحلة البامبا دي حطها على الحلة. انا بامبا. يلا يا مانويل. فورين يا جدعان. طب وانت جاي كده ازازه معاك
لو نستعمل في اليوم يبقى فاسد او اربعه. والشعيرة بقى معاك مشتورة، الشعيرة جنب خير، اهي. بتكتبوا الحاجة ولا واحدة؟ حبيبي يا اسطى. واحمد ابو الخير كله. خد الرز يا اسطى. انت جبت كيس واحد؟ ما قلتش عليا. طب ماشي. ما تطلبي الحاجة مرة واحدة قلنا. الشعيرة يعني كيسين، أنت من نفسك اعرف. حط تلاتة، حط تلاتة، حط تلاتة، تلاتة، تلاتة. طب بص كده عليهم كده مكرونه. طب يا اسطى الشعريه يا اسطى مكرونه. ده مش شعريه. الكرتونه تفتحها. ادي كرتون اهي من فوق خالص ده اهي. دي تحت الرقاق. دي مكتوب عليها فرن. وحدفتك بجزمه كده على دماغك. مكتوب عليها مكرونه فرن يا ابني تحت الرقاق. عشان تاخد دي وراها على طول. ماشي خلي خش على اللي بيعمله. انا مش هتكلم. اقسم بالله انا ما هتكلم. مسكت مقدمه ومش هتكلم. عملي من غير ما انا كاتبه في الكتاب تاكل ايه عشان يرد ده؟ ان الكاتب بيطلع من الحمل. هنبص عليك؟ قول له هنبص عليك؟ والله العظيم انا زي راكي ده لو قد احسن احسن ما تنسقش. عايز حل بس. عايز معلقه. دور بقى دور. معلش انا هفضي بيها. دور بقى. بص يا جماعه الرز الرز وجماله بصوا. عايز معلقه. انا هاجي افضيه تحت هنا كده. ما شاء الله ما شاء الله الرز يفضل. انت اصلا فاضي. ايه يا ابني دخلت جوه بعدين دخلت جوه تاني اتكسر. صايم. فاضي. عمير بس. ايوه. ايه يا خير؟ عم سايد جالك يا شوف. طب اطلع يا عم سايد خلى عنتر يطلع. يا مساء ادعونا كده واشوف حلو الميه تيجي. يعني زي بتاعتي تبقى ايه زي حطها فوق النزلات تبقى ازاي يعني؟ لا بس دي يا حبيبتي يلا. الحلة الأخيرة بتاع الرز الجمعة الثانية هي الحلة الكبيرة والحلة الثانية. في حلة كمان أهي. في حلة أنا بتستنى.
انا بقول دي الحالتين دول يملوا الحاله كلها معايا زي كل يوم. السلام عليكم. انا عملت امبارح بس الحاله دي خلصت. يا باشا تسلم يا صاحبي. هلا يا حمزه، تعال نخش نشوف بتعمل ايه. منورين والله، منورين منورين. تعمل ايه يا حاج؟ رز تاني؟ اه اديك اسمها الكسله دي اللي احنا واكلين نعم مش عاجبني. ماشي. حله الكوسه عامله ازاي؟ الله الله، في حله تانيه. اه في حله طبعا تانيه غير اللي كانت في البلكونه. انا روح شوف كده استوت ولا هلا روح اوريها. حله الكوسه التانيه شباب. واو 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 تحفه. انت هتقولي للفنزات ايه يا صدفه؟ هابي نيو يير. هابي نيو ايه؟ هو فرح امك. هابي نيو يير ايه؟ ايه هابي نيو يير ده؟ تعالي غسولي الميه قطعه. بص المطبخ عامل ازاي؟ يلا يا جماعه نشوفكم على خير في يوم جديد بقى ان شاء الله، وادعوا لنا كده وربنا يتقبل مني ومنكم. حضرتك ميه كام يا عم عشان تبقى غلط؟ السلام عليكم. انا بفضلك بتمنى تفضل. جنازه تاخدنا كلنا. استنى يا عم، استنى 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 استنى. يا زلمة.